سليمان، مرحبا بكم على مطبخ أمال التونسية. نتلقاو اليوم في غوسيت باش نعملو اليوم حاجة حلوة مع بعضنا. دونك المكون نتاعها الرئيسي هو هوني السوريس اللي هو ولا اللي تسمى ما يسمى بالكرز. دونك الوقت وقته توا يعني موجود ما شاء الله. دونك ناخذو كمية صغيرة، هوني خذيت قرابة 300 غرام. دونك هوني عندي 200 غرام فارينة، دونك كيما تشوفوا قاعدة هوني غربلتهم بالنسبة للفارينة، وعندنا هوني 100 غرام سكر محاور. فوالا كيف كيف بالنسبة للسكر والفارينة نغربلوهم باش ناخدو ريزولتا تحفونة للطاخت نتاعنا. تشوفوا طريقة تحفونة برشا، نجمو تعوضو معناها كيما نقولو احنا السوريز بحاجه اخرى. انا خاطر عملت مجموعه من لي تارت اورانج، تارت سيترون، برون، برقوق، معناها كل عملتهم معناها برشا. دونك قلت علاش ليه المره هذه باش نعمل بالسوريز. دونك الناس الكل صغار، كل الصغار يحبوه معناها برشا. دونك انا نعمل، دونك هوني باش نحطو بطبيعه الحال نصف مغرفه صغيره ملح، خلطو هوني الكل بالباهي، فارينة وسكر كيما قلت لكم 200 غرام فارينة، 100 غرام سكر غلاس. دونك هوني باش ناخو عندي سيترون، نكهو لي تحبو نتوما، سكر فاني ولا تحبو نتوما، انا باش نحط هوني بنين برشا في الطاحت. وعندنا هوني كيف كيف باش ناخدو هوني عظمة، عندنا 80 مليليتر زيت، زيت نباتي. فوالا لمدو الباط نتاعنا ونحلوها في المول باش ناخذ المولا طاخت وتشوفوا من بعد شويه. فوالا خذيت انا المولا طاخت نتاعي هنا وحطيت الباط. فوالا بيت الحال هوني باش نحلوها على كامل الطبق، باش نخليوها ترتاح. الفور حطيناه على 180 درجه. فوالا حلينا الطاخت نتاعنا، توا بطبيعة الحال باش نرقبو. فوالا الفرن نتاعنا 180 درجة، باش ندخلو الطاخت نتاعنا بعد تعديو للمراحل الباقية نتاع الغوسيت. فوالا فوالا كيما تشوفو أنا خديت هكا كمية صغيرة من الكرز، هكا حليتو. فوالا لازم نحيو القلوب هكا نظفوه. دونك باش ناخذ الكاسرول نتاعي باش نعمل الكولي. فوالا حط هوني 10 قارص بطبيعة الحال، باش نحط هوني هذيا مغرفة، زوج مغارف هوني سكر، وباش نحط بطبيعة الحال هوني نصف كاس معناها قدر كيما نقولو احنا بين 3 و 4 مغارف ماء. فوالا دونك باش نطيبو الكولي نتاعنا. فوالا الكولي نتاعنا قاعد يطيب، توا باش نحضرو الكريم باتيسيير. دونك حطيت هوني زوز اصفر عظمة، هوني كيس سكر فاني، وباش ناخذ هوني السكر. فوالا تنقيس بالعطر الكيس، هوني قدر 80 غرام سكر، خلطو هوني المكونات الكل. توا باش ناخدو الحليب، الكيس فيه 100 مليليتر، باش ناخدو 400 غرام، وباش نضيفو هوني النشاي بطبيعة الحال. كما عندكم شتنش نشاف نجمو تحطو فارينة مش مشكل، حطو مغرفة. هوني زوز مغارف، خلطو كل شي مع بعضو. ناخدو كاس صغير بتاعنا، فوالا
نطيبوا الكريم. فوالا هلا حتى كملنا طيبنا الكريم نتاعنا، هوني باش نحط قدر مغرفه كبيره زبده، هوني الحقيقه الكيس نتاع خميره نتاع سمحوني سكر فانيلي اللي عملناه هو بنكهه الماء زهر محليها معناها الريحه، تنجموا تنكهوا باللي تحبوا انتوما، انا جوست حطيت زبده كهاو. دونك فوالا هذه هي الكريم نتاعنا، باش نحطوها هوني في السلاديه اللي يلزمها هوني تبرد، الطخت نتاعنا زيد قاعده تبرد، توا باش ناخذو بطبيعة الحال الكولي هذا هو اللي باش نخليوه يبرد ومن بعد باش نرحيوه، مهم برشا انو معناها الكل يكونوا باردين. دونك توا زادا كمل الطاب باش نخليوه يبرد، فوالا نفس الطريقة، فوالا والطاخت كيف كيف، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا. فوالا نرجعوا للطاخت نتاعنا، كيما تشوفوا خذينا زاده كميه اخرى من السوريز هكا، نحينا القلوب وقشرناهم، سامحوني نحينا القلوب هكا وقسمناهم على اثنين كيف ما هكا، البقيه اللي معناها الكونتيتي اللي قعدت معناها احنا خذينا اون تو 300-350 غرام. دونك هذا هو الكولي اللي خليناه بطبيعه الحال يبرد، فوالا هذا هو الكولي دو فريز اللي احنا خليناه يبرد، اكسر هكا شويه. فوالا دونك باش ناخذ توا الباتور بلونجون وباش نرحيوه. فوالا دونك رحينا الكولي دو سوريز نتاعنا، كيما قلت لكم تنجموا نفس الطريقة مع أي نوع نتاع غلة تحبوها، ما شاء الله معناها توا صيف وبرشا أنواع موجودين. دونك هذه هي الطخت نتاعنا كيما تشوفوا، دونك بعد ما طيبناها فوالا دونك إكسيلونت. تقريبا انا طابت ربع ساعه معناها وخليتها تبرد نحيتها من بعد من المول. دونك شنو ناخذ بطبيعه الحال هوني الكريم، هذا كريم باتيسير كيف كيف اللي خليناها هوني بطبيعه الحال هوني خليناها تبرد، لا طاب باش نوزعوها على كامل الطبق نتاعنا. كريم باتيسير نجمو حتى ان نحطوها معناها في دي في نعملو فيغيل معناها نفس الكريم هذا، نزيدوها معناها هكا شويه فروي سيك والا حتى شويه غله وناكلوها صحه بشويه هكا في العشويه. فوالا هذه هي كريم باتيسير لينا، فما زاده بقى كريم باتيسير عملتها من غير عظم، ترجعوا ديما الوصفات تاع الحلويات تلقاو ما شاء الله. فوالا توا باش ناخذو الكولي نتاعنا، فوالا هوني عندنا السوريز بطبيعة الحال اللي قصيناهم وعلى اثنين وكل، باش نحطوهم فوالا هكا فوق الطاخت. فوالا هذه
فوالا هذه هي التارت سوريز نتاعنا كملناها لليوم دونك ان شاء الله تعجبكم انتم الناس الكل الغسيت ما تبقى لي في نهايه الفيديو كان باش نقول لكم في امان الله وبسلامه وربي يوفقكم الناس الكل اكيد نقصوها ونوريوها لكم بسلامه. Thank you.